السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير بصحه وعافيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم راح نحضروا اسهل وانجح طريقه لاعداد الشاورما المنزليه. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا نهار اليوم، تنال رضاكم. ما تنساوش حبيباتي باش تابوناو في لاشين. بسم الله على بركه الله، نبداو في المقادير. عندنا ربع كيسان تاع فارينة، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع لحظه، 4 مغارف كبار تاع الزيت، رشه تاع ملح وما دافي باش نلمو العجين. في اناء حطينا الفرينه، زدنا عليها رشه تاع الملح، السكر، خميره الخبز، اللحظه، نخلط كامل هذيك المكونات الجافه مع بعض، نزيد عليها كميه الزيت. عندنا لكل كاس تاع فرينه مغرف كبيره تاع زيت، نبسس هذيك الكميه تاع الزيت مع الفرينه ونلمها بالماء دافي حتى نتحصل على العجينه تكون ماسكه وطريه. كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، تكون متماسكه وطريه في نفس الوقت. هنا راح نكورها كويرات. هنا جبت سربيته رشيت عليها الفرينه وحطيتها كامل هذوك الكويرات. هنا درت 11 كويره. نجيب كيس بلاستيكي نحطه فوقهم هنا باش تبقى لنا توجور طريه ما تيبسش، ونخليها ترتاح. هنا بعد ما ارتحت لنا العجين على طاولة العمل، نرش شوية فرينة ونحل هذيك الكويرة على شكل دائري. ما لازمش تكون خشينة وما لازمش تكون رقيقة. هذا هو السمك، تكون تقريبا 1 ملم. انا بعد ما حليتها نجيب سربيته نرش عليها فرينه ونحطها ونخليها ترتاح حتى نكمل كامل هذوك الكور. هنا بعد ما كملت نروح الكويره هذيك اللي حليتها الاولى، حطها على طاجين يكون ديجا سخون قبل على درجة الحرارة تكون متوسطة. نحطها كي نشوفها بدات ديرنا هذوك الفقاعات نبدأ نقلب فيها مرة على مرة حتى تنتفخ لنا كامل الحبة. الخبز تاعنا يجي بنين وناجح 100%. لازم برك تتبعوا المراحل. هنا نمروا للحشو. عندنا هنا صدر دجاج كنت قطعتها قطع طويله، نزيد عليه 2 مغارف كبار تاع زيت، نص حبه تاع بصل كنت قطعتها قطع صغيره. هنا عندنا مجموعه من التوابل، عندي سكنجبير، ملح، فلفل اسود، عندنا الكركب، فلفل احمر. عندنا هنا توابل تاع الشاورما ينباع واجدين. ضفت عليه شويه تاع هريسه، مغرف كبيره تاع موطارد. نخلط كامل هذوك المكونات ونغطيها ونخليها ترتاح باش تشرب لنا هذاك الدجاج ديك النكهه تاع التوابل. هنا بعد ما طاب لي الدجاج كنت قليت البطاطا، عندي حبه تاع طوماطيس نحيت لها كامل هذيك الزريعه اللي فيها، قطعتها قطع صغيره، نص حبه تاع بصل مقطعه قطع صغيره. هادو اللي راح نحشي بيهم الشاورما تاعي. شوفوا الخبز تاع الشاورما كيفاش يجي.
هنا درت لها شويه تاع مايونيز مع شويه تاع كاتشب، حشيتها بهذوك المكونات. واليوم ما راحش نديرها في لابخيس، راح نديرها في الطاجين المخطط، باسكو ماشي كامل الاخوات عندهم لابخيس. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، وخليكم مع تتمه الفيديو. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، انا قدمتها مع صلصه المايونيز والكاتشب. ان شاء الله تعجبكم فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى رضاكم. ما تنساش حبيباتي باش تدعمونا باكبر عدد من اللايكات. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.